بعدنا للغاية باستقبال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء الحكومات الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية الصديقة، وباستقبال الرئيس دونالد توسك ومعالي أمين عام جامعة الدول العربية ومعالي رئيس المفوضية الأوروبية، وباستقبالكم جميعا خلال هذه القمة التاريخية التي أتقدم بجزيل الشكر لكل المشاركين فيها والمساهمين في إنجاحها. اسمحوا لي أن أصف قمة شرم الشيخ بالتاريخية، ليس فقط لأنها القمة الأولى التي تجمع القادة والزعماء العرب والأوروبيين، ولكن أيضا لأهمية الموضوعات التي تم تناولها خلالها والنقاش الصريح والبناء والمثمر الذي لمسناه على مدار اليومين الماضيين، حيث تم التطرق إلى مسائل تعزيز الشراكة بين الجانبين وسبل التعامل المشترك مع التحديات سواء الدولية منها أو الإقليمية، وكل ذلك تحت العنوان الرئيسي للقمة: في استقرارنا نستثمر. الحضور الكريم، لقد جرت المناقشات في مناخ بناء يسوده التعاون والصراحة والمودة والرغبة الصادقة في إحراز تقدم ملموس على صعيد شتى الملفات ذات الاهتمام المشترك، مما ساهم في إحداث تقارب في وجهات النظر تجاه هذه القضايا. كما أتاحت جلسة اليوم الثاني للقمة فرصة ممتازة للقادة والزعماء من الجانبين للتفاعل وتبادل وجهات النظر بصورة مباشرة، مما كان له أطيب الآثار في بناء علاقات جديدة بين القادة من جهة وتعزيز أواصر العلاقات القائمة بالفعل من جهة أخرى. ولقد قام الزعماء العرب والقادة العرب خلال أعمال القمة بطرح وجهات نظرهم بكل وضوح وبصراحة بشأن أهم القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى المركزية، وسبل المواجهة الشاملة للإرهاب، والضرورة القصوى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمات المتعددة التي تشهدها المنطقة، وكل ذلك بهدف تعزيز الاستقرار في محيطنا الجغرافي المشترك. كما تم بالطبع خلال جميع لقاءات القمة تأكيد أهمية وأولوية تعزيز التعاون المشترك، ليس فقط تجاه تلك القضايا ولكن كذلك بهدف البناء على علاقات التعاون العربي الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وقد عكس الإعلان الصادر عن القمة الأرضية المشتركة الكبيرة بين الجانبين تجاه مختلف القضايا المذكورة، وهي الأرضية التي نأمل أن يتم البناء عليها خلال لقاءاتنا القادمة. الحضور الكريم، لقد أتاحت القمة كذلك فرصة طيبة للقادة والزعماء من الجانبين لعقد العديد من اللقاءات الثنائية لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك. ولقد كان من دواعي سرورنا أن نكون قد ساهمنا في مصر في إتاحة هذه الفرصة المهمة لتعزيز التعاون على الصعيد الثنائي بين الدول العربية والأوروبية. وبكل تأكيد نتطلع للمزيد من اللقاءات بين الجانبين في المرحلة المقبلة وعلى جميع المستويات للبناء على النتائج المهمة لقمة شرم الشيخ العربية الأوروبية الأولى. وشكراً.